والمتابع ينضم إلينا من القدس المحتلة أحمد البديري مراسل الغد. إذن المظاهرات الأسبوعية متواصلة أحمد، بالرغم من عدد الارتفاعات الكبير بالنسبة لفيروس كورونا وبالرغم الإنجازات التي حققها بنيامين نتنياهو في الخارج، الشارع يبدو غير آبه لكل ذلك. بالفعل المظاهرات ما تزال مستمرة سواء في القدس أو في مدينة تل أبيب، هذا أيضا يظهر إلى مدى حالة الاحتقان عند شريحة معينة من المجتمع الإسرائيلي، وإن كانت ليست الشريحة الكبيرة. الإغلاق الشامل والكامل الذي تم فرضه منذ عدة أيام والذي تم تجديده اليومين الماضيين الذي قوبل برفض من أولئك المتظاهرين الذين اعتبروا بأن منع التظاهرات هو إمس السيادة الإسرائيلية بما يخص الديمقراطية، واعتبروا بأن التظاهر هو حق طبيعي وديمقراطي، ولكن في المقابل اليهود المدنيين استخدموا هذه الذريعة للقول أنه إذا لم يتم منع المظاهرات في الشارع العلماني بالتحديد فان ذلك يعني بالضروره انه لا يتم ايضا في المقابل اغلاق الكنيسه اليهوديه خلال الاعياد اليهوديه، وتم استخدام هذه المساله من جهه المصالح الحزبيه او الشرائح المتنوعه المتصارعه والمتناقضه بكيفيه نظرتها الى الاغلاق. هنالك جانب يرى بان الاغلاق الشامل والكامل بفضل ان يخفض من اعداد اولئك المصابين بشكل كبير في اسرائيل. المصابات تبلغ قبل عده ايام كانت 6000 اصابه في اليوم الواحد. ولكن على الصعيد الاخر ماذا شعبية بنيامين نتنياهو هي الاعلى في الفتره التي حققها على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي والمستوى الامني، ولكن هنالك انتعاض وشعور بان الانجازات على المستوى الاقتصادي لم تكن بذات الانجازات تحديدا مع ارتفاع نسبه البطاله في المجتمع الاسرائيلي. طيب هل ربما ستمنع هذه المظاهرات الان ضمن انظمه الطوارئ احمد؟ هذه المظاهرات كان من المفترض ان يتم الغائها بالمطلق، وذلك بحجه موضوع الاغلاق الخاص بجائحه كورونا. الجانب الاسرائيلي داخل الحكومه الاسرائيليه ونتحدث هنا عن حزب ازرق ابيض قال انه لا باس من ان يكون هنالك تظاهرات شريطه ان لا يتجاوز العدد من 20 في مناطق مفتوحه، ولكن ما رايناه اليوم هو بان العدد فاق ذلك بكثير. نحن نتحدث عن عشرات لربما 150 تظاهروا في تل ابيب، في مدينه القدس ربما العدد كان اقل من ذلك، ولكن كان هنالك عدم الالتزام في القرار بمنع التظاهرات او التجمع الكبير، بمعنى انه يتم السماح بالتظاهر ولكن لا يتم السماح بالعدد الكبير ولم يتم الالتزام به. اضافه الى عدد كبير من المتظاهرين لم يلتزموا بلبس الكمامات او موضوع التباعد، وهذا ايضا شكل اشكاليه كبيره، ولكن في نهايه المطاف يعتبرون بان التظاهرات تبقى جزءا اصيلا من الحياه الديمقراطيه ولا يجب منعها. يعني عدد من ايضا من النشطاء الذين يعملون في اطار مناهضه الحكومه الاسرائيليه قالوا بان بنيامين نتنياهو عمليا لم يقدم المجتمع الاسرائيلي منذ جائحه كورونا ولغايه الان حلول اقتصاديه منطقيه يمكن ان تخرج اسرائيل من الازمه الاقتصاديه والتي يعاني منها الطبقه الفقيره في اسرائيل. شكرا جزيلا لك من القدس المحتله احمد البديري مراسل الغد.